السلام عليكم. هذا مقر جديد تاع مؤسسة طيران الجزائرية آل الجيري، واللي يعود يعني المشروع هذا بداية الإنجاز تعود إلى أكثر من 15 أو 16 سنة إلى الوراء، وحيث أنه عرف توقف لأكثر من 8 سنوات بسبب يعني نزاع بين شركة المنفذة للمشروع، هي شركة كندية، والمكتب الدراسات اللي كان مكلف بالمشروع هذا هو تابع لشركة لبنانية، ومشاركة الجزائريين بالخيانة للوطن والفساد وسوء التسيير واللامبالاة وكل هذه المشاكل اللي أدت إلى تعطيل المشروع هذا لكل هذا الوقت. والآن أخذته شركة صينية هذه مدة سنتين، وراه قيد الإنشاء يقرب من النهاية. وهو في الحقيقة والله يعني مؤسف، المشروع هذا هو أجمل مشروع في منطقة الأعمال تاع باب الزوار، هو أجمل وأفضل تصميم يعني من كل نواحي اللي راه يعني من كل هذيك يعني الإنشاءات وكل يعني المؤسسات اللي دارت المقرات نتاع باب الزوار. هذا هو أجمل مقر سوف يرفع من القيمة نتاع المنطقة هذه تاع منطقة الأعمال تاع باب الزوار، وإن شاء الله يكتمل في الوقت نتاعو. وإن شاء الله المسؤولين نتاع اللي تسببوا في ضياع أكثر من يعني 20 مليون دولار، هذه تعويضات نتاع الجزائر للشركة الكندية اللي كانت تطالب بتعويضات قصد بسبب التعطيل. إذن إن شاء الله كل واحد يأخذ حقه، والسلام عليكم.